وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. يبقى دل عليهم كانوا يشركوا مش ملحدين بما فيش إله، لا فيه يعبدوهم على طريقتهم. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قلنا في آتنيا فإنهم أي الأصنام وما تعبدون من دون الله عدو لي إلا رب العالمين. الشيء الذي يمكن أن يكون فيه خلاف يجيبه بضمير الفصل اللي هو بيفيد القصر، الشيء اللي ما فيش فيه خلاف ما يجيبش الضمير، ده أداء قرآني. الذي خلقني فهو يهدين، لأن الناس بتخالف دي، ربنا يخلق وأنت تعمل قوانين، قال لا اللي خلقني هو اللي، اللي صنع الصنعة دي هو اللي يوضع الكتالوج. طيب والذي هو يطعمني، لأن يمكن تقول ده أبويا اللي بيجيب لي ومش عارف، يقول لك هو هو تفتكر ده هو اللي هو يطعمني وإيه ويسقيني. وإذا مرضت فهو يشفيني، يمكن تفهم من الدكتور فيجيب هو، يبقى الدكتور يعالج وهو اللي ربنا اللي إيه اللي يشفي. وأنه طب الإماتة والإحياء حد ادعاه؟ ما قالش وأنه إيه يميتني؟ لا ما قالش هو يميتني، والذي يميتني من غير هو ثم ايه يحييه، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي ما قالش برضه هو. يبقى الامر الذي لا يدعى ما يجيبش فيه ضمير الفصل، والامر اللي ممكن يدعى ويجي فيه شريك رب يجيب ضمير الفصل عشان يعملها قصر، ما فيش الا هو يعني. الا الذي فطرني فانه سيهدين. وجعلها جعلت انه عدو الا رب العالمين، وانه ما بيعبدش الا الذي فطرني، وجعلها كلمه كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. كلمة سائرة في عقبه الله، اللي هي ايه؟ ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. هذه الكلمة سائرة كده، كلمة باقية. ليه؟ لان كلمة الطيبة ربنا ضرب لها مثل، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه الكلمة اللي قالها إبراهيم، الكلمة الطيبة اللي آتت ثمرها في كل العصور إلى الآن بالإيه؟ كلمة طيبة. طب هي كلمة ولا كلام؟ ده الكلمة دي مفرد كلام، وهي قال كلمة يعني كلمة واحدة ولا كلام؟ قال لك لا، ابن مالك قال إيه؟ وكلمة بها كلام قد يؤمن، يقصد يقول لك فلان ألقى اليوم كلمة في المحفل الفلاني، هي قال كلمة واحدة ولا قال كلام ايه؟ كلام كتير. وبعدين لما قالوا تهرم قال كبرت كلمة تخرج من الأرض ان يقولون الا كلمة، اللي هي الكلمة اللي ايه؟ قالوا اتخذ الرحمن ولدا، هي كلمة ولا شوية كلام؟ يبقى الكلمة قد يقصد بها الايه؟ قد يقصد بها الكلام. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وتفضل كده دستور. بل متعت هؤلاء، نستمعوا لها ما استمعوش لها وفسروها، بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ليه ما عبدوا الأصنام بعد إبراهيم وبعد مش عملوا ايه؟ ما هو لما القضية الإيمانية تيجي تبهت شوية 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 لحد ما تنطمس. الرسول جه وهم ايه؟ بيعبدوا الاصنام ولهم شركاء وهم مش عارف ايه كل ده. اهي بهتت ايه؟ يوم ما دام بهتت قلنا لازم يجي رسول جديد. ليه؟ ان الحق سبحانه وتعالى خلق في النفس البشريه اللي هي الخليفه في الارض مناعه ذاتيه فيه. يعمل المعصيه كده وبعدين هو من نفسه ينشا ايه؟ ويندم. تبقى المناعه ايه؟ ذاتيه فيه. طب ما فيش مناعه وبقى فائد. قال لك المجتمع تبقى فيه مناعة، يأمروا بالمعروف وأنا على المنكر. المناعة بيبقاش فينا ما في مين؟ في المجتمع. طب وإذا فسدت فيه وفي المجتمع؟ قال لك بقى تبقى المسألة عايزة رسول بقى، رسول يجي عشان يجدد المناعة. أهو كده يعني محمد بعد إبراهيم وإسماعيل. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ثم قال إيه؟ لكن أضرب ما حصلش. أنا متعت هؤلاء بالجاه وبالنعيم وبالسلطان، وبعدين جعلت لهم في البيت بيت آمن، أولم يروا أن جعلنا إيه؟ حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. الناس بتتخطف، وعملت لهم قداسة في البيت لأنهم رحلة الشتاء والصيف ولا في قبيلة تعرفهم.
وخدوا القداسه دي من ايه؟ من البيت. الله، عملت فيهم كده، ومع ذلك عملوا ايه؟ وبعد ذلك طغوا وعملوا اعبدوا الشرك وعملوا الاصناف المبيقات اللي عملوا. بل متعت هؤلاء واباءهم حتى جاءهم الحق اللي هو الهدايه الالهيه من السماء، ورسول مبين مظهر لكل شيء فيه خير. ولما جاءهم الحق اللي هو بقول عليه قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. هم يقول هذا سحر، اللي هو ايه؟ قال اللي جايبه ده وبياخد الناس ده بيسحر برضو، دليلها معها. طب ما دام بيسحر الناس ويجيبهم في الايمان، طب ما يسحركم انتوا الاخرين ويجوا وخلاص وتنفخ الحكايه، ده دليل على انكم ما بيتهوش ما بيسحرش، يبقى كذب ولا مش كده؟ يبقى ده ايه؟ كذب. قعدوا يجيبوا حاجات بقى كل يوم يقول لنا ايه؟ انه ما يعلمه بشر، لا لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان ايه؟ عربي. ده مجنون. طب المجنون ده اللي بيعمل عنده خلق؟ يقول لا، ما انت بنعمه ربك بمجنون، انك لعلى خلق عظيم. يعني خلق صفات تضبط سلوكك الى الخير يا عمرو، ليه ما يعملهاش المجنون؟ شيء يرد عليه، انك لعلى خلق ايه؟ على خلق عظيم. الله، بقى ادي حكايه. وقلنا لما قالوا ده واحد بيعلمه، قلنا لسان الذي يرحلون اليه اعجمي وهذا لسان ايه؟ عربي. لسان عربي مبين. اذا كل ما يجيبوا حجه يقول لك كاهن، تقول لغه الكهان مفهومه، ولغه الكهان مفهومه، وانتم اهل بصر باللغه وعارفين الجيد من الرديء والحسن، وبدليل انك عاملين اسواق للكلمه، اسواق للكلام وللشعر وللادب، بقى انتم اللي هتختلفوا في الكلام ان ده كلام كهنه ولا كلام ايه؟ كلام ساحر. قالوا بقى بضوها في الآخر وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أكن القرآن لا اعتراض عليه، يبقى لم يعد سحرا ولم يعد كذبا ولم يعد كهانة. قالوا لولا نزل، يعني إذا كان القرآن ده ينزل على رجل من القريتين، إذا الخلاف في إيه؟ الخلاف في محمد. محمد اللي جاي من دهماء الناس من أوسطهم، عايزين هم لا، عايزين واحد يجي على رجل من القريتين، القريتين المشهورتين في هناك الطائف ومكة. الطائف كان فيها عروة بن مسعود الثقفي، ومكة كان فيها الوليد ايه؟ ابن المغيرة. عايزين واحد من ايه؟ من دول. فربنا رد عليهم رد جميل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ربنا قال أهم يقسمون رحمة ربك؟ عايزين يقسموا الرحمه، ده ما قدروش يقسموا الماديات، لان انا عملتهم اعيان وعملتهم وعملت ناس فقراء، اهم يقسمون؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا. فاذا كنت انا قاسم المعيشه بتاعتهم في الحياه الدنيا، عايزين انا اقسم لهم الرحمه؟ ده الرحمه دي مش ممكن يخص الا انا اللي عامل. فانتم عملتوا ساده واغنياء وفي ناس غلابه، يبقى انا المسألة أنا اللي بعملها، إنما عايزين تدخلوها برضه في الرحمة؟ لا، أنا أقسم بينكم طريق المعيشة، ليه؟ لأصلح عملية الحركة الكونية في الكون، لأنني لو عملت الكل غني لا تجد الصناعات اللي بنقول عليها حقيرة دي من يعملها. نقول لك لا، يبقى نعملها وردية، كلهم يبقوا كذا ونعملها وردية، نقول يا سلام، خدمة المجتمع لا تأتي بتفضلات من الناس. لازم تأتي بإرغام. عايز أحرف لازم يبقى فيه فاعل، عايز أحرف عجيب مش عارف لازم يبقى صنايعي، يبقى لازم يوجد صنايعي. إن كان في طبقتك ما يعملكش. ولذلك هيفسرها واضحة، يقول إيه؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ رحمة ربنا بإرسال النبي عايزين يقسموها هم اللي يقسموها؟ لا. إذا كنا إحنا قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، إيه القسم؟ رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. طب شوف بقى التعبير، رفعنا بعضهم فوق بعض، اي بعض رفع واي بعض مرفوع عليه؟ ده بعض دخل في الابهام، اي بعض رفع واي بعض رفع عليه؟ ام قال لك كل بعض مرفوع ومرفوع عليه، كل بعض فمرفوع فيما تميز فيه ومرفوع عليه فيما لا يعقله من الصفات الأخرى.
اللي بيشتغل بزماقي يبقى ادي حت مرفوع، واللي ما بيشتغلهاش برضه ده مرفوع عليه يمشي حافي ما يقدرش يقعد يعمل كده. اللي بيدعو اي، اللي بيبني، اللي بيفحك، اللي بيعمل الحاجات الحقيره دي كلها، لو ان دي حده في ساعتها مرفوع والتاني مرفوع ايضا، يبقى كل واحد ما فيش حد، كل واحد مرفوع في شيء يجيده ومرفوع عليه في شيء لم يجيده عشان يعمل استطراق. وبعدين ما بنخليش الرفع ده دواني كالايام ونداولها بين الناس وبعدين نروح قلبين الحكايه كده ونجيب اللي مرفوع مرفوع عليه الله علشان العالم يصبح. احنا ضربنا مثلا وكان الناس بيضحكوا منه ان الباشا دخل الظهر عشان فيه في ميعاد الغداء ودخل بعربيته، فدخل كده لقى البيت هايل والدنيا والريحه وحشه والباكابورت مضروب. ايه دي؟ قالوا الباكابورت مضروب. قال ليه؟ قال والله ايده مشغول وما رضيش يجي. طب تعالوا انا تن رايح للراجل وهم تبوب بابي ويصلح باكابورت ثاني. قال له خلص اللي في ايدي. قعد يترجاه ويقول. يبقى اذا بتاع المجاري مرفوع على الباشا في هذا، والباشا مرفوع علي في انه قاعد كده ويتعب في محل كده ويجيب له فلوس يديله اجرته. فكل واحد ايه مرفوع، وكل واحد مرفوع ايه عليه، ولا يبقى ذلك بل تنقلب المسائل. المرفوع يبقى مرفوع عليه عشان تلك الايام نداولها بين ايه بين الناس. ولذلك شوف العله، ورفعنا بعضهم اي بعض فوق، يقول لك ده مرفوع مرفوع عليه الاثنين. ليه عملنا العمليه دي؟ رفعنا ده شويه وده شويه ليتخذ بعضهم بعضا ايه سخريه. المرفوع عليه بقى يبقى مسخر يعمل الله، يعمل المهن اللي بيقولوا عليها حقيره، وان كان الاسلام لا يرى مهنه حقيره ما دام مخلص في ادائها خلاص وحبيبها ما تبقاش مهنه حقيره. ليتخذ بعضهم بعضا سخريه ورحمه ربك خير مما يجمعون. الرحمه اللي هو بيقول عليها اللي هم مختلفين عايزين يقسموها دي خير من اللي انتم فيه كده كله. ليه؟ ام قال لك لان انتم واخدين ضروريات الحياه وطرفها، والحياه بتاعتكم دي يعني هتنتهي هتنتهي، هتموتوا هتموتوا، لكن الرحمه اللي نازله بالمنهج من الله هتعمل للي يستمع لها بقى حياه ثانيه بينها بعد هذه الحياه غير هذه الحياه، وحياه خالده وحياه متعتهم فيها بالخاطر يخطر الشيء على باله ويشتهي فتاتي. يبقى احسن من عندك ولا مش احسن؟ ورحمه ربك خير مما يجمعون. وبعد ذلك تكلم الحق عن موضوع برضو يسار، نسال الالف سؤال، يقول الجماعه اللي بره دول واحنا مسلمين هم احسن منا في كذا واحسن منا في كذا، هم اللي بيعملوا لنا كذا واحنا بنستورد كذا هم احسن. دول فربنا قال ايه؟ ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن نطقناه نطقه جامده غير اللي انتم شايفينها دي، هجيب لهم حاجات ما جاش ما عملوهاش هم. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن نجعل له ايه؟ لبيوتهم سقفا من فضه. خلاص؟ لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون زي الاسانسير يعني، ولبيوتهم ابوابا برضو من الفضه وسرر من الفضه عليها يتكئون وزخرفا زينة بقى تانية. وان كل ذلك الا لما متاع الحياه الدنيا، كل ده يروح ساعه ما يجي يموت وتنتهي. صاحب المنهج الالهي هو اللي هياخد حياه ايه؟ حياه تانية. هنا بقى احنا بنقول زي ما القران مس السفن اللي كانت كلها موجوده دور واحد كده وبعدين بقت بوارد كبيره كده وتمشي في البحر كالاعلام، قلنا القران وله الجوار المنشات في البحر كالايه؟ طب العرب ما شافوش اعلام دي ازاي بس كده؟ تبقى إيه؟ الذي انزل القران يعلم ما يكون عليه العالم من ارتقاءات عشان تبقى سر من اسرار الله في اخبارهم بشيء مستقبل فيرونه كما قال الله. اهون هنا برضه. طب الاسانسير دي والمعارج دي وجدت امتى؟ في اول التسعينات. قال لا. طب ازاي النبي يقول عليها معارج عليها ايه؟ يظهر برضه دي من الاشياء اللي تلفت الايه؟
تلفت النظر في أن الله أخبر قديما بأشياء ما توجدش لبعض 14 قرن. بقول طب وليه لم بقول لولا أن يكون الناس أمة واحدة؟ قال لك الناس مولعين بترف الحياة. وقال لو لأن عارف أنهم عايزين يقلدوا ويبقوا كفرة، لأن الكفرة حالهم كويس كلهم يكفروا. لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلت كذا، إذا ما جعلهاش ثقب من فضل. قال لك لأن الناس تتمعشى في الكفر، ما دام الكفر بيديلهم الحاجة الحلوة دي، الناس يبقوا أمة واحدة وكلهم إيه كافرين، فهو مخلاها هينة هينة علشان الناس ما إيه ما تعجبش بالبتاع. وبعد ذلك يبين لنا إن المطرفين والمنعمين واللي عندهم إيه مش عارف إيه يجي عليهم ظرف يرجعون إلى الأصول الأولى. الوقت الحضارة اللي عملت الدنيا دي كلها تلتفت تلاقي الناس الأعيان الكبار لازم يجي آخر الأسبوع يوم الخميس يعمل يسموه ويك إند، يروح في حتة حتى ما فيهاش كهرباء ويأكل مما تنبت الأرض، لازم يقعد يومين بالشكل ده. يعني الحضارة دي ما إيه ويرجع للإيه. وبعد ذلك كل يوم تيجي من الحضارة معايد هم عملوها علشان يترفهم ويترفوا الناس، انما بعدين ينشأ لها معايب اكثر من المنافع. هم لما عملوا السيارات عشان يعملوا ايه؟ عشان يريحوا الناس من مشقات المشي ويريحوا الناس من كذا ويريحوا الناس من كذا، صحيح. لكن قبل ما يرصفوا الطرق ويعملوا البتاع دي، سيارة لما تمشي بس مسافة عرض تراب تعمل ايه؟ شوف ما تشيروه من التراب والعيس العسر اللي بيتنفسوا الناس دول وبتبور ايه من المزاج. شوف بقى اللي على الطريق تلاقي زرع ايه فهم. وبعدين العادم بتاعها بيعمل ايه في المدن، بيدخل كل المسائل. وبعدين توجد الامر، ولذلك اقول الحق في صوت الكهف، قل هل ادلكم على الاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. هم دلوقتي لما تمشي انت في زحمه في السيارات، وبعدين بقى يكون السياره مش سليمه، البتاع اللي بيبقى في الاخر بيدخن ده اللي هو يسموه الشكمان. شوف البتاع اللي بيطلع منه ده ايه، شوف البتاع من يعمل لما نتنفسه ويجرى ايه. بس احنا عندنا شويه مناعه، وبعدين ياثر فينا بتاثير الايه التاثير النهائي. لكن بقى العادم ده فضلات الاحتراق زي ما قلنا، ولكن عادم ما خلق الله من المراكب في الحيوان مفيد، ناخده احنا بايدنا كده ونرميه في الزرع عشان يبقى ايه الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بيقول انا صنعت لكم منهج وانتم هتجيبوا حاجات، انتم اللي ايه انتم بنفسكم اللي هتقولوا انها ايه، هتقولوا انها فات. اول ما يهدي دي تبددة القطن دي بتغلب الدنيا، والديديتيه جه عشان يعمل ايه؟ موت الدوده. خلاص قال لك خلاص الدوده انتهت. وبعدين بعد سنتين الدوده بقت كيف الديديتيه. قال لا وكبرت عليه وسمت راحوا محرمين. مجرمين اللي يستعمل الديديتيه في امريكا، مجرمين اللي يستعمل. الله. اذا الحق سبحانه وتعالى حينما يصنع منفعه مش يصنع المنفعه الوقتيه الان وتجيب ضرر. لا، منفعة تظل ايه؟ تظل منفعة الى اخر. ليه؟ لانها من صناعة الذي هي خلقنا. فبقول لولا انني يعني الناس لما يشوفوا الكافرين مبسوطين او كنت بسطت الكفار قوي وخليتهم ما فيش احسن منه، انما الناس يحبوا البتاع يبقوا زيهم، يقول لك ما يلا يا واد نكفر عشان يبقى عندنا بيت سقف من فضة ومعارف ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي. ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها كل من الفضة وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. إلا متاع الحياة الدنيا يعني لا لما بمعنى إلا، هم كلهم يقولوا لما بمعنى إلا، إنما احنا بنقول لما الحينية أحسن. وإن كل ذلك لما يوجد لما يتوين يبقى متاع الحياة الإيه الدنيا. هم مش ضروري تقول بقى الا وتلف اللفه الوحده. والاخره عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن
العشاء انه كده يتعامى ما يقدرش يشوف، ولكن اعشى. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. مش انت عشيت يعني عن ذكري برضو هساعدك. ولذلك احنا قلنا الحق سبحانه وتعالى بقول انا رب، رب الكافر ورب المؤمن. والكافر ان عشق الكفر اللي هو ضدي وعينه على الكفر، انا لا اعين على الكفر، اعمل ايه؟ انا اختم على قلبه. معنى يختم على قلبه يبقى لا الكفر يطلع ولا الايمان يدخل، يبقى ساعده ولا ما ساعدوش؟ يبقى ساعده. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض نهيئ ونوجد له ايه شيطان بقى يقعد ايه يوسوس له. شيطان يقعد يوسوس كل ما يجي يعمل خير يوسوس له على شريعة الله. ولذلك لا تجد اقبال الشيطان على نفس الا اذا كانت النفس مطيعه لعمل طيب. ما يروحش بقى للفاتن اللي بيشرب خمره واللي بيلعب قمار، لانه جاهل ده مش عايز حاجه. ما هو شيطان ابليس ودريته لا يريدون الانسان الا ايه عاصي باي شكل، يعصي باي شكل، فعز عليهم في حته يروح جاي له من حته تانية. دي ما بتجيبوش تجيبوا الالقاء، تجيبوا الفلوس، تجيبوا الاسم. في واحد ما يجيبوش على المدح يقول له يا سلام انت ايه اللبس اللي انت لابسه، ايه الوجع، ويمكن لما يعرض عليه مال ما يرضاش. كل واحد له ايه لمفتاح. في ناس بقى مش عندهم مفاتيح لكل خصله، في ناس عندهم طفاشه تدخل على كل واحد. اهو ابليس عنده الطفاشه، ساعه ما يلاقي واحد مستعصى عليه قوي يقول اللي بتاع ذريته تلقح انت ما قدرتش عليه انا اروح له، يدخل عليه بقى يجيله في امتع شيء وهو بيصلي. امتع شيء وهو بيصلي يفكره بحاجه مهمه قوي، يقوم ساعه ما تيجي كده يروح ماسك الخطوه دي يكر هو، ساعة ما يبتدي يكر هو يروح سايبه ويشوف لا واحد نبقى تاني يروح الله. لكن ما خدناش الوصف بتاع ربنا اللي خلقه. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله لانه هو اللي خلقه. والى لقاء اخر.